دكتور سحر السلموني استشاري علاقات اسريه اللي بنرحب بيها في لقائنا النهارده. واهلا بيك يا سحر. اهلا بيك يا كل سنه المشاهدين. اهلا بيك منورانا. عاملين ايه؟ كل سنه وانت طيبه. ازيك يا شيف؟ ازيك اخبارك؟ المفاجاه بقى ان دكتوره سحر النهارده عيد ميلادها. ايوه لازم كده. كل سنه وانت طيبه يا حاجه للدكتوره. ده من حسن حظنا ان احنا نكون معاكي في عيد ميلادك بجد يعني. بجد ده من حسن حظي قوي ان انا اكون مع كل المشاهدين النهارده. كلهم يقولوا لك بقى كل سنه وانت طيبه ميرسي وانتم بألف صحه وسلامه. وهوصيكوا وصيه في عيد ميلادي، خلي بالكم من بعض، حبوا بعض من بعض مش كده؟ على فكره عاوزه بس اقول للمشاهدين حاجه مهمه قوي وللرجاله بالذات. عيد الميلاد عند الست ده حاجه مهمه قوي عشان هم ساعات بينسوه بقى وساعات ما بيهتموش بيه قوي، ساعات ما بيعملوش الاحتفال اللي بس هو بصي اللي هدافع عن الرجاله. لكن اسعد حاجه في حياه المراه ان شريك حياتها هو يفتكر عيد ميلادها او ان اللي حواليها يفتكروا عيد ميلادها ويحتفلوا بيها، يعملوا بقى سربرايز بارتي، ده يا ريت هديه حلوه يا ريت. يعني بصي هقول لك حاجه، يعني ما فيش اي مانع ان هو لو ضغوط الحياه بتخليه ينسى انها تفكره، ما فيش اي مانع. بصي هتفكره كده من تحت لتحت، اي بس تفكروا يعني علشان ما تعتمدش، ما تعليش قوي سقف طموحاتها. خلي بالك الست لما تفكروا هي قاصده هتبقى بخناقه. لا ما تفكروش وهي قاصده، تفكروا بذكاء. ايوه بقول لك بذكاء، يعني تستخدم ايه بقى الذكاء العاطفي ده كده وتقول له ايه مش فاكر النهارده ايه، طب مش فاكر ايه. وستيب باي ستيب هو هيتعود. ممكن تقول له في قمر هيتولد بكره، تقول له قمر اتولد زي بكره، بس لازم تدي له ايه، تدي له الارم، لان فعلا ممكن ضغوط الحياه تخليه ناسي. مش متعمل. ايوه عشان بس ايه، انا دايما على طول خط بدافع عن الرجاله. هلا هلا بس في الاخر ده هم يدافعوا عني لما استات يضربوني. طيب خلي بالك برضو موضوعنا اللي هو الاداره بين الرجل والمراه ده، برضو المناسبات دي اداره طبعا، صح مش كده؟ البيت كله اداره. تمام. هو الجواز اساسا زي ما هنقول ونفضل نقول هو عقد شراكه بين اثنين. عقد شراكه بيحدد مهام، بيحدد مسؤوليات، بيحدد ماليات. هنصرف في ايه، هنروح فين، هنعمل ايه. هو عقد شراكه بين اثنين بيتفقوا ان هم يعيشوا مع بعض مش يضايقوا بعض. يتفقوا ان احنا هنعيش مع بعض، فهنعيش مع بعض يعني احنا شيرنج في كل حاجه. مفيش حاجه اسمها اصل انا سايب كل المسؤوليات على المدام، هي اللي بتودي وهي اللي بتجيب وهي اللي بتودي النادي وهي اللي بتذاكر وهي اللي طب انا بعمل ايه؟ ما انا كفايه عليا بشتغل. طب ما هي كمان ممكن تكون بتشتغل، امراه عامله. فانت بتسيب كل المسؤوليات، طب ومنتظر بقى منها انها ترجع تبقى مبتسمه وبتضحك؟ لا ما تحملهاش فوطائتها بقى. ايوه صح. فخلينا من الاول خالص نتفق ان الجواز عقد شراكه بين اثنين محدد فيه المسؤوليات والمهام بمدد زمنيه، ولازم يبقوا الاثنين عندهم استعداد انهم يشاركوا بعض لو واحد فيهم وقع في مهمه. يعني مش هلوم عليه بقى. وقع ده لاسباب ايه مثلا؟ مرض، مشغول ولا ايه؟ مرض، اتشغل، اعباءه زادت، ما بقاش قادر يوفي بكل الاعباء اللي المفروض. ما هو احنا كل ما بنتقدم في الحياه كل ما الاعباء بتزيد. صح. يعني زمان الزوجين لوحدهم غير ما يبقوا زوجين ومعاهم طفل، غير ما يبقوا زوجين ومعاهم طفلين، غير ما يبقوا زوجين وتيجي زياره من الام من هنا او الام من هنا، فكل دي اعباء بتزيد. كل ما تقدمنا في الجواز كل ما المسؤوليات بتزيد والولاد بتكبر الاولويات بتتغير. ولو الزوج مثلا يعني عنده درجات علميه بيجتازها مثلا، بيعمل مثلا دكتوراه، ممكن يشيل عن بعض. ممكن تبقى زوجه برضه. طبعا ممكن تبقى زوجه. يعني يا جماعه احنا شيرنج، احنا قفه بودنتين. بيشيلوها اثنين، لو واحد ريح شويه الثاني بيسنده. طيب. ولا بيسيبها تقع. طيب قولي لي بقى نقسم الاداره بيننا احنا الاثنين يعني كزوج وزوجه، وعلشان بقى ما نتخانقش وما نتشحنش ويكون في شايلين بقى من بعض. ما ممكن الناس ما تتخانقش او تتشاحن والحياه بس شايلين من بعض. هقول لحضرتك ينفجروا بقى في اي وقت. المفهوم المصري ان الراجل ما ينظفش، الراجل ما يغسلش المواعين، الراجل ما يساهمش في الاعمال المنزليه. ده مفهوم خاطئ يا رجاله. طيب ناخد مفهوم خاطئ. بس الجزئيه دي ونكملها تاني. بس تشوفي معانا بقى صدور الفراخ. ايوه اهو الشيف بيطبخ، اهو راجل بيطبخ. حطينا يا شيف هنا ايه؟ حطينا يا شيف هنا ايه؟ ده يا فندم الجزر والكوسه والبصل. والبصل بلفهم واحورهم كده في الطاسه. شايفه ايه دي؟ جبنه موتزاريلا. جبنه موتزاريلا مع اعشاب. مع الاعشاب الحلوه. اعشاب ايه بقى؟ روزمالي. روزمالي ما الفراخ ما تخش الا روزمالي. اوكي ماشي. بس ممكن تاخد زعتر احيانا. لا مش في بعض المأكولات. اوكي في انواع بتاخد زعتر وفي انواع ما تاخدش زعتر. تمام. بس الزعتر اصله انا بحبه قوي. ده اعشاب حضرتك يا فندم. عالي جدا.
دي مقادير الفراخ مع ملح وفلفل اسمر فقط. دي مقادير الفراخ المحشيه. صدور فراخ بالطراجم. بصوا بقى الصدور بتتحشي ازاي كده اهي. هو ده انت بالك من السلام جوعتنا كده بقى شيف. يا باشا ايوه النهارده عاملين حلقه خاصه عشان عيد ميلاد حضرتك. لا مش عيد ميلادي وبس. ده انت اخترتي مارس بقى. مارس حاجات كتير وقعت. لا وبرج الحوت من الابراج بقى اللي غنوا لهم اهو. شفتي. والله بحبك موت واحب برج الحوت. شفتي رأيك. الاستاذه مدلعانه قوي يعني. كل سنه وانت طيبه حبيبتي. وكل وانتي سنه بألف صحة وسلامة. وكل اللي بيحتفلوا بالنهارده عيد ميلادهم كل سنه وهم طيبين. الشكل ده حضرتك كل مواليد مارس. كل مواليد مارس ماشي. فاطمه صاحبتي مواليد مارس كانت 3/3. كل سنه وانت طيبه يا فاطمه. وعندنا المخرجه الجميله بتاعتنا استاذه نهله. نهله مارس. مارس يا نهله كام مارس يا نهله؟ 10 مارس. كل سنه وانت طيبه يا نهله. عيد ميلاد نهله كان 10 مارس. كل سنه وانت طيبه. والمونتير محمد شفيق 8 مارس. كل سنه وانت طيب يا محمد. اقول تاني لفاطمه. على فكره مارس بيمتاز ان هو فاطمه صاحبتي بس هنيها. فاطمه خليل عيد ميلادها كان 3/3. كل سنه وانت طيبه يا فاطمه. وحنان عريف برضو صديقتي كان عيد ميلادها برضو 16 او 17 مارس. كل سنه وانت طيبه يا حنان وسنه سعيده عليكم كلكم وعلى كل برضو اللي بيحتفلوا في مارس بمختلف المناسبات. ده مارس ده برج الفنانين. برج الفن برضه. مين تاني غير كل ده؟ انت عارفه بقى مين ليزابيث تايلور وده في كتير بقى. ايوه بقى انت عارفه برج الحوت. تمام كده يا فندم. حلو قوي كده. وبتاخد بقى وقت قد ايه في الفرن؟ بتاخد بالظبط 14 دقيقه. 14 دقيقه. وبندهنها ايه بقى شيف؟ زيت زيتون. زيت زيتون. زيت زيتون عشان الخضار. انا عامل اكل صحي. اوكي تمام هايل ماشي. مع الجبنه هو بالظبط ما بتكملش ربع ساعه. الصدور بتاخد اقل نسبه حراره. بنحط بقى اي بنسيبها كده ما بنزودش اي حاجه ولا الهواء. تمام. على حراره كام؟ على حراره 175. 175. شيف سيف منورنا اهو. كل سنه طيب برضه يا شيف وسنه حلوه عليك يا رب وعلى اسرتك وعلى والدتك وعلى كل السيدات اللي في عيلتك. كل سنه وهم طيبين ومنورنا النهارده. وان شاء الله تكون معانا كده في حلقه حلوه تقدم لنا اكلات من الصناعه دي ان شاء الله باذن الله. اهلا بيك دايما معانا. دكتوره سحر في نقطه كده في الاداره بحس انها بتبقى سبب المشكله بين الزوجين اللي هي كيفيه تحديد المهام او تقسيم مهام الاداره دي بتحصل عليها مشكله. لان احنا عندنا برضو مفهوم ان المفروض ان هو طالما هو راجل هو اللي يقرر. الكلام ده يا جماعه معلش يعني ما تزعلوش مني يا رجاله احنا في شهر المراه. مش مني. مفيش حاجه اسمها علشان انا راجل انا اللي لازم اقول او لا. في حاجه اسمها عندنا معطيات بنستنتج من المعطيات دي المفروض نتصرف ازاي. يعني عندنا قدامنا اختيارات. ممكن رايك يبقى في جزئيه في موضوع صح وممكن رايها يبقى في جزئيه في موضوع اصح. فنمشي باللي يفيدنا. مش مين اللي يفرض سلطته عشان بس كده نتفق من الاول ان اللي رايه صح هو اللي هيمشي سواء هو كان الرجل او المراه. طالما يخدم الهدف. لكن لو هنتخانق بقى لا انا اللي رايي يمشي وهنبدا بقى في النقار ده هو لا يعني ده يا جماعه كده احنا بنخرب العلاقه من الاول. طب نقسم المهام ازاي؟ حسب القدره على تنفيذ المهمه. يعني انا مطلوب مني 10 حاجات انا طاقتي ما اقدرش غير 5 يبقى اقول انا طاقتي 5. حلو قوي. ليه؟ علشان من الاول يبقى اللي قدامي عارف اني مش هقدر انفذ ال10. لكن احنا المشكله بنوافق. وبعد ما نوافق واحنا بننفذ ما نقدرش ننفذ كله. وفي مشكله اخطر كمان ان انا ساعات اللي قدامي يقول لي انا طاقتي زي ما حضرتك بتقولي طاقتي 8/10 وانا اقول له لا خليها 10/10 انت لازم توصل ل 10/10 ليه؟ بس احنا من الاول متفقين ان احنا شركه وان احنا بنشيل بعض. احنا اتفقنا القصه اهو. ايوه. لو انا اديته زياده عن اللزوم حملت عليه زياده عن اللزوم ما هو بعد شويه هينفر ويقع مني. انا مش عايزه يقع مني انا عايزه يكمل. صح. فعلشان يكمل ما ينفعش احمله فوق طاقته. ليه؟ علشان جسمانيا ونفسيا. نفسيا البني ادم لما بيحس ان هو مظلوم او مقهور او مضغوط ما بيقدرش يبدع. ده بالعكس ده انا لما يعني يا جماعه دلعوا بعض لما دلعوا هيديني احلى ما فيه. يعني كنا زمان بنقولوا العصر بيطلع احلى ما فيه. ده مش بالنسبه للستات على فكره. الستات العكس خالص. الست لازم تدلع عشان تنتج. صح. لو ما اتدلعتش مش هتنتج. فانت بدل ما تشخط يعني تتعصر في الدلع بالظبط بدل ما تشخط فيها
وتفهمها بالشخط، ما تفهمها بالهدوء والحنيه واللطافه، هتلاقيها بتنفذ لك اللي انت عايزه. ايوه. وهو نفس القصه، بدل ما تلوميه ادي له حلول. قولي له اعمل كذا، طب اعمل كذا، طب ايه رايك؟ مش تحسسين ان هو هوا. وانا كل ما بقول لك رايي اشركه رأي يعني على طول. لا، رايي اللي بيبقى صح انت ما تقولش رايي الصح. لا، مش عايزين يبقى في كلام بينا اساسا موجع. صح. ليه؟ لان الكلام الموجع ده يا جماعه والله بيرصب في نفسيه الشخص كلام بيخليه صح الكلام مش بيتنسي، ما عندوش استعداد يديكي. صح. ليه؟ ما هو زعلان من جوه. وفي المشاكل يقول لها فاكره انت قلتي لي كذا، هو انت مش قلتي لي كذا؟ ونقف بقى بدل ما تبقى الموضوع يتحل بمنتهى البساطه، يتحل بخناقه. وخلي بالك ان ساعات الاهل، وجود الاهل في الفتره الاولانيه، فترة الخطوبة كانت بكتاب، والطلبات والالتزامات المالية، ساعات الأهل بيضغطوا على الراجل أو العكس، بيضغطوا على البنت ضغوطات بتطلع تظهر على الاتنين بعد الجواز. أيوه. أنت مش فاكرة لما أهلك ضغطوني في الحتة الفلانية، أنت مش فاكر لما أهلك بيرجعوا يا جماعة، مع إن كل ده بعد الجواز يعني ملحوق ولا بيحس بيه. يا جماعة وهم لسه عندكم المغالاة والتكاليف والحاجات دي، وهم لسه عندكم في البيت، لازم تعلموهم يتحملوا المسؤولية معاكم. صح. فلما يتنازلوا عن بعض من احلامهم الخارقه دي في طلبات الزواج، على ايه يعني لما نتجوز وبيتنا مش كامل قوي ما فيهاش حاجه؟ دي المشكله في الاب والام يا جماعه، الفلوس مش كل حاجه. صح. انا ايه هستفيد ايه بالفلوس لو انا خدت لبنتي او لابني شخص هيعيشه تعيس؟ الفلوس هتعمل له ايه ساعتها؟ تمام. انا شايفه الصوص كده، ايه الاخبار؟ الصوص اهو خلاص. بص الصوص حلو بقى كده، عشان قول لنا عليه يا شيف بسرعه. هو صوص اعشاب. صوص اعشاب. عباره عن ايه؟ عباره بياخد بصلايه مفرومه مع زيت زيتون برضو. ماشي. وبياخد صوص ديميجلاس، بياخد اعشاب، وفي الاخر بنزل عليه بالكريمه اللباني. بالكريمه اللباني. انت عملت ايه هنا؟ ايه ده؟ ده صوص الاعشاب. لازم يتفك الاول. اللي هو الديميجلاس. الديميجلاس. ده ميه مش كده؟ ميه. بياخد كوبايه ميه. كوبايه ميه. تمام. صوص الديميجلاس ده جربته في الفتره الاخيره كذا مره كده، لطيف قوي. يعني انا ممنوع اصل ما اديش الصوص اي على الهواء، اللي حاجه صحيه نسجلها او نصورها. ايه الكريمه؟ الكريمه. كريمه بقى يا شيف، دي كريمه دي سعرات. كده نبقى بوظنا الهيلسي. ايوه. لا النهارده بقى لازم يبقى يوم بقى مختلف شويه، كفايه هناكل الكريمه في التورته. مش هيبقى الوصفات بتاعتنا والاكلات بتاعتنا يعني مالناش دعوه بالدايت. هو من ضمن الحاجات كمان اللي بنعاني منها دايما في البيت ترتيب الميزانيه. ايوه ده مهم قوي. ترتيب الميزانيه ده موضوع على فكره يا جماعه لازم تتفقوا عليه. اصل انا متعوده، انت كنت متعوده ده وانت في بيت بابا، بابا معاه فلوس، جوزك مش شرط انه يبقى معاه الامكانيه دي. فانتوا لازم تقعدوا مع بعض بقى تتفقوا على الماليات، ازاي تحددوا الاولويات. انا الاولى بالنسبه لي ايه؟ ادفع الفاتوره ولا اروح للكوافير؟ فين الاولويات؟ انا الاولى اروح اجيب هدوم جديده ولا الاولى اعمل حاجه كذا؟ يعني لازم نحدد من الاول، من اول الجواز، الاولويات اللي تفيد الاسره. ايه نجيب ايه؟ ولازم يبقى عندنا كمان مبدا الادخار. تمام. الادخار مش معناه ان انا بوفر اللي فاضل. لا، ده معناه اني بحدد هوفر قد ايه قبل ما اصرف. يعني مهم ان انا اوفر. طبعا. ما انا هتفسح اخر السنه منين؟ ايوه صح. لو انا ما وفرتش واقتصدت طول السنه وعملت ميزانيه ان انا اتفسح، هتفسح منين؟ ساعتها هعمل ايه بقى؟ اخد قرض عشان اتفسح؟ ولا هدين عشان اتفسح؟ ولا هكبت نفسي مش هتفسح؟ طب ما انا اوازن طول السنه واعمل لنفسي مبلغ علشان ده اللي هتفسح بيه؟ صدقيني كل حاجه لما بتتظبط من الاول وبتترتب من الاول، التنظيم مهم جدا. وفي حاجه كمان يا استاذه اميمه بنغفل عنها، ان من ضمن اولويات البيت ان البيت يتعمل فيه اصلاحات. ده احنا ما بنعملش حسابه. ونيجي نتفاجئ الحمام باظ، المطبخ عايز يتغير مره واحده، جهاز باظ في البيت ومعناش فلوسه. طب ليه من الاول ما نشيلش جزء من الفلوس للاصلاحات اللي احتمال تحصل كمان للطوارئ، نسميه ده مبلغ للطوارئ. حد لا قدر الله عيه محتاجين فلوس، حاجه ضربت فجاه في البيت. يعني كلنا بنتزنق. طب ليه ما نبقاش من الاول واحنا داخلين حياتنا الزوجيه عاملين حسابنا ان في جزئين هنشيل فيهم فلوس، جزء عشان الفسح. ان شاء الله جنيه في اليوم على فكره يا جماعه بيفرق. ايوه صح. جزء عشان الفسح
وجزء علشان الطوارئ. الطوارئ دي بقى ايه؟ احتجت حاجه ضروريه، احتجت جهاز، لا قدر الله مستشفى، تحاليل، اللي هو عندي ريزيرف في البيت، ما بجيش جنبهم. والباقي الفلوس انا حدد بقى الشهر ده هشيل، انا عارفه ميزانيتي 10 قروش، هشيل منهم اتنين على جنب، واحد لكذا وواحد لكذا، وهصرف في حدود الثمانيه. ايوه، اطلع فواتيري والتزاماتي واشوف ايه اللي بيضيع مني المرتب، لان ده مهم جدا. أيوه. ان بنيجي يعني الناس الموظفين بيجي يوم 20 في الشهر ويفلس. ويفلس ليه؟ لان هو مش مرتب ميزانيته. لو مرتب ميزانيته هيبقى عارف ايه اللي فلوسه هتخلص امتى. وما يرتب ميزانيته كمان بيعرف يمسك نفسه يعني طبعاً. عن اي مصروفات طارئه ممكن تكون تافهه شويه، ممكن تكون يعني اي حاجه مش يعني محتاجها. بالظبط. هي هنا الاولويات بقى، ازاي ان انا والزوجه نتفق على الاولويات بتاعتنا علشان في اخر الشهر ما نتزنقش، وعشان لما يحصل لنا طارئ يبقى عندنا الريزيرف بتاعنا، الفلوس اللي احنا راكنينها على جنب بنتصرف بيها. طب هنتخانق على الاداره؟ لا، كل واحد مهمه. طب مين يحدد المهام؟ متفق على المهام. مين يقدر يعمل ايه؟ تمام. يعني مهم ان نكون متفقين من الاول، يعني هو ده المفروض. انا مهامي كذا وانت مهامك. مفيش حاجه اسمها حد يفرض سلطته دي، مفيش. أيوة. حاجه احنا قفه بودنتين. تمام. قولي لي دكتوره سحر، تقسيم المهام والتفاهم في الجزئيه دي بالتحديد، وان احنا نمشي الخطه كما يجب، بيأثر ازاي على الاولاد؟ يعني لو احنا منظمين هيطلعوا بالتبعيه منظمين. ليه؟ لان انا شيلي حبيبي الفوطه ادخلها مكانها، ساوي سريرك، اعمل كذا، فهيبقى شال من عليا ابني او بنتي اعباء المفروض انها بتزود عليها الهم. تمام. لو انا عودته ان المكان ده مخصص للعب، المكان ده مخصص للاكل، مش هلاقي الدنيا مهرجله، هبقى كل حاجه مظبوطه، كل حاجه في مكانها. ابني هيتعود، هربيه اقول له لا ما تحطش دي مكانها، مش هنا، مكانها هنا. حتى لو ما نفذش دلوقتي، من كتر التكرار بعد شويه هينفذ. واتبع معاه حيل بقى يا جماعه، يا ستات يا ستات، انتوا اذكياء، انتوا اذكياء، انتوا تقدروا تديروا الدفه كويس. وفي ما شاء الله ستات في مصر اذكياء جدا طبعا. طيب بس ديري الدفه لمصلحه البيت، مش لمصلحتك الشخصيه. يعني الموضوع ايه؟ مش انا عشان افرض رايي، لا، علشان بيتي يبقى مستقيم. يعني الكونسبت بس يتغير. المفهوم او النظره او الرؤيه للحياه الزوجيه هي دي اللي لازم تتظبط. انا بتجوز مش عشان اعمل فرح، انا بتجوز عشان الراجل ده انا اخترته يبقى زوجي، اللي هيشاركني حياتي، اللي هيبقى ابو ولادي. تمام. اي كان ديفو فيه، كلنا فينا ديفوهات، بصي في المرايه هتلاقي عندك ديفوهات. طبعا طبعا. فالتفاهم اللي بينا بقى، ازاي انجح بيتي مش انا انجح. عاوز اقول لحضرتك بقى دكتوره سحر، السوس اتعمل يا جماعه، انا السوس حاجه فظيعه. وعايزه اقول لكم يا جماعه زي. الريحه كمان. انا بحب السوس قوي على فكره. جدا يعني الوايت سوس والريد سوس، كل حاجه بحبها جميله جميله يعني، في الاكل بتبقى موجوده. ما بقدرش الحقيقه يعني، واكله بقى بالرز وبالمكرونه وبكل حاجه. الله، شايفه شم انت ريحه الرز؟ احنا في معانا ايه بقى؟ الرصه الثالثه. الفوار. الفراخ في الفرن. ماشي. واللبنه وقت بسيط. قول ايه؟ واللبنه. واللبنه. طب يلا نجهز في اللبنه بقى كمان. حاضر. طيب، في حاجه مهمه برضو في مساله الاداره دي. انا بحس برضو ان دايما بقول بصراحه يعني ان اجتماعيات الزواج من اهم المشاكل، اللي هي الاجتماعيات اللي هي ايه، مامتي، بابايا، لا مش دي، العلاقات الاطراف يعني الخارجيه، الاطراف الخارجيه، كل الناس دي كلها. احيانا برضو وانا بحكي او حد بيحكي او هو شايفين حاجه معينه، ايه ده انتوا بتعملوا كذا، ايه ده انت سايباه هو يعمل كذا، ايه ده انت ازاي بتعمل ده، التسخين الخارجي. التسخين الخارجي. ما شاء الله، كلهم بيجوا يولعوا البنزين ويجروا. قولي لي، وساعات الجد ما نلاقيش حد. وساعات على فكره الكلمه بتتقال بدون ما يقصدوا ان هم يضربوا، بس احيانا الزوج يبقى متحفز. شايفه قالوا ايه؟ شايفه، قولي لي بقى النقطه دي بالتحديد علشان ما نخليهاش تاثر بقى في الاداره وفي خطه احنا ماشيين عليها. طبعا. ويجي حد بكلمه كده من بره يبوظ لنا كل حاجه. ما هو احنا لو اتفقنا من الاول ان احنا ما بندخلش اطراف خارجيه، فاحنا كده ريحنا بنفسنا. من ساعه الخطوبه احنا ما بندخلش اطراف خارجيه الا لما الموضوع يستفحل ويوصل للانفصال. فطالما هو ما وصلش للانفصال، احنا اللي بنحط مبادئ والدستور اللي بنمشي عليه بيتنا. صح. الدستور ده يخصنا احنا، لا يخص ماما ولا بابا. وده الكلام انا بقوله كل الناس. اللي بيحصل جوه بيتك ما يطلعش بره عتبه بيتك.
سواء للست او للراجل. تمام. كان جوزك ما معهوش فلوس، الناس بره ملهاش دعوه. كانت مراتك ما بتنظفش البيت، الناس بره ما لهاش دعوه. انت تحل المشكله مع مراتك، شايف طاقتها مش قد انها تنظف جيب لها شغاله، ساعدها في البيت. لو طاقتها مش قادره جسمانيا ساعدها، ما فيش اي مشكله انك تمد لها ايد المساعده لانه بيتك برضو. تمام. ما هو في وشك. مراتك مش قادره تعمل كذا، ما تروحش على تطلع في وسط المجتمعات وتبقى قاعد مع مامتك واخواتك وتروح حكي لهم، او انت كمان تعملي كده. ليه؟ لان كل ما الدايره ضاقت كل ما الامور اتظبطت. تمام. طب احنا قدامنا دقيقه بس وعاوزين نقدم اكلاتنا بقى، ممكن يا ريت بسرعه. خلال الدقيقه دي بقى عاوزين نقول خلاصه الاداره يا دكتور سحر علشان نوصل لحل سريع. ولو في حد دلوقتي كان بدا حياته بطريقه غير منظمه في الاداره، طب انا اللي هذاكر الاولاد، لا انت مش عارفه ايه، ويغيروا كل شويه مهام الاداره دي وكل ده بياثر عليهم، يعملوا ايه؟ اول حاجه يعملوها يحطوا خطه. خطه، احنا المفروض عندنا عايزين نعمل ايه؟ ايه الهدف من اننا قاعدين دلوقتي مع بعض؟ الهدف ان احنا نحدد المهام. اوكي، المهام دي عباره عن ايه؟ مشتريات وتنظيم بيت ومذاكره للاطفال، يحددوا ايه المهام المطلوبه، مين يقدر يعمل ايه، بنقعد على الترابيزه ونشوف مين في سكته الحاجه دي، مين اللي يقدر ينفذها. وممكن نعمل شيرنج، انت يومين في الاسبوع انا يومين في الاسبوع، يعني جماعه الحلول كتير جدا. المهم انك تبدا يبقى عندك الخطه علشان تقدر تنظم حياتك. لو مفيش خطه ومفيش اهداف يبقى احنا ولا حاجه، ما نعملش حاجه. هنفضل على طول في مشاكل لو مفيش خطه ومفيش اهداف. ولازم يا جماعه نتفق، مفيش حاجه اسمها اصل هو بيقول لي اصل هي بتقول لي، احنا الاثنين واحد، شخص واحد في جسدين. البيت لما هينجح هينجح عشان احنا الاثنين. تمام. طيب قولي لي برضو علشان عاوزين كده نقول كمان كلمه للمشاركين بقى مع اي زوجين، الاب والام والاخوات والحاجات دي، وانتوا بتشوفوا اي بيت بيدار بطريقه ما، يعني تعملوا ايه؟ انصحيهم بقى النصيحه دي. يعني لو انتوا حاسين يا جماعه ان فقدتوا السيطره على الاداره وبقى البيت مهرجل، لازم تقعدوا قاعده مع بعض تخططوا انتوا عايزين ايه ورايحين فين وجايين منين. وما فيش حاجه اسمها ما انا مامتي كانت بتعمل، الزمن غير الزمن والوضع غير الوضع والقصه غير القصه. فلازم يا جماعه نعيش زماننا اللي احنا عايشينه ده، بلاش نفضل باصين ورا وباصين لاهالينا. الزمن بيتغير والاليات بتتغير والحاجات بتتغير، فمش عايزين نقف عند الابيض واسود. يعني اللي احنا دايما مشاكلنا اللي بتحصل ان احنا بنقارن باهالينا. ايوه. طيب عاوزين نقول للشيف اسرع شويه بسرعه، حالا كله جاهز. كله جاهز عندنا. نقول لكل ام والدكتور طيب عشان نقول لدكتور سحر كل سنه وانت طيبه، وعايزين بس نقول ان الاستاذه انا اساعدكم بقى، استاذه مها انت معانا؟ استاذه مها يلا احنا عايزين في تهنئه جايه لي خاصه بعد اذن حضرتك يا استاذه اميمه. عندنا تهنئه خاصه من الاستاذه مها اسماعيل لمامتها. كل سنه وهي طيبه. كل سنه وانت طيبه. كل سنه وهي طيبه. كل سنه وكل ام في مصر طيبه وبخير، وبندعو بالرحمه لكل الامهات اللي يمكن فارقونا باجسادهم ولكن لم يفارقونا. يعني هم موجودين معانا. عارفه يا استاذه اميمه هم موجودين فينا. يعني هم احنا امتداد، احنا امتداد. ان هم اللي ربونا وهم اللي علمونا وهم اللي خلونا واقفين على رجلينا. فلولا وجودهم ما كانش احنا موجودين. طبعا طبعا. فاحنا هم جايز مش معانا، لكن بيرعونا بدعواتهم اللي سابوها لنا وبيرعونا بكل الوسائل، وبندعو لهم بالرحمه جميعا. يا رب يا رب يا رب. اللهم امين. ايه طيب نقول بقى لدكتور سحر كل سنه وهي طيبه. يلا خلي بالكم يا جماعه ده احلى عيد ميلاد هيتعمل لي بجد. كل سنه وانت طيبه حبيبتي. مصر كلها تحتفل بعيد، دي حاجه جميله. يلا نقول لها كل سنه وانت طيبه. يلا انت هتعمل ايه دلوقتي؟ هيكتب لي احنا خلاص الوقت خلاص. بص يعني وقتنا خلاص. انا عاوز اقول لكل اللي تابعونا النهارده وشافوا حلقتنا كل سنه وانتوا طيبين واكلاتنا حلوه اهي، وكل بقى يحتفل، ده شهر كله احتفالات حلوه قوي. انت بتعمل ايه يا شيف بس بال اللبنه؟ ايه اللبنه؟ دي لونها حلو قوي. ما هي واخده بنجر.
طيب يلا نقول للجميع بشكر كل زملائي اللي ساهموا في تنفيذ حلقتنا النهارده، كل سنه وانتم طيبين. بشكر طبعا دكتوره سحر السلموني استشاري العلاقات الاسريه، شكرا دكتوره سحر نورتينا وشرفتينا، شكرا للشيف الجميل محمد صلاح مظهر، شكرا للشيف نورتنا وشرفتنا النهارده، وكمان الشيف سيف، شكرا للشيف سيف تكون معانا ان شاء الله في حلقه من حلقاتنا، شكرا ليك. وبشكر كل زملائي اللي ساهموا في تنفيذ حلقتنا النهارده، الاعداد لمها اسماعيل والاخراج لحنان حسن ونهله العبد. ومره ثانيه كل سنه وانتم طيبين وكل اعياد سعيده عليكم دايما ان شاء الله، شكرا ليكم والى اللقاء، وكل سنه طيبه دكتوره سحر، هابي بيرث داي.